السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإن إليه راجعون. دائما نقول تعددت الأسباب والموت واحد، سبب وفاة لاعب شباب بولزداد. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك، وشكرا للجميع، وأتمنى من الجميع أيضا الدعاء له بالرحمة والمغفرة. توفي الشاب سيف الدين قديسة وهو لاعب سابق في نادي شباب بولزداد أثر حادث اصطدام دراجته البخارية بسيارة بإيرلندا، حيث هناك موقع قال عن الحادث بأن الشاب البالغ من العمر 26 عاما توفي بشكل مأساوي في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين كهربائيتين وسيارة، وبأن الراحل الذي كان لاعب كرة قدم موهوب توفي متأثرا بجروح خطيرة. أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ويريد تدعو أخواني وأخواتي بأنه يصبر أهله على فراق هذا الشاب الصغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.